أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إلى الليل.
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر وقتلوهم
وأحسنوا
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله.